هون هون يلا اوعى 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 تكبير الله اكبر تكبير يا جيش التحرير الله اكبر بدأ لتحضير معركة تحرير جرال نص من أيدي تنظيم داعش، وبإذن الله نحن الآن على مشارف الأراضي السورية ومستمرين بالتقدم على محيط مدينة جرابلس، وستبدأ المعركة إن شاء الله على مدينة جرابلس بعد السيطرة على القرى المحيطة بها بإذن الله تعالى، ونوعد دائما في جرابلس لأننا سنطرد داعش من جرابلس، وبعدها بإذن الله سنعد جرابلس لأهلها بإذن الله تعالى. الله أكبر والعزة أكبر.